غادي ندير معكم يمكن شاف ديال الدجاج واللوز. هذه هي الشيء والاخرى اللي تشهوا عليا. دابا حطوا لي لائحه ديال شي واحد في رمضان. هاد المحنشات الحشوه ديالهم عندي هي الدجاج البصله التوابل كلشي هادشي غادي نخدموه في نفس الوقت. انا غادي نكون كطيب وغادي نذكر لكم التوابل اللي غادي نستعملوا الكميه. اول حاجه غادي نديروها في الطنجره هي البصله. عندي هنا كيلو ونص ديال البصله اللي قطعت شرائح. انا غادي ندير قد البصله قد الدجاج. حتى الدجاج اللي غادي نستعمل عندي كيلو ونص. معلقه كبيره ديال الثومه معصوره. زيت الزيتون نص كاس ديال العنبه. غادي نزيد حتى زيت النباتيه ربع كاس. الملحه غادي ندير معلقه كبيره وحتى ندق المكونات من بعد ما تطيب. معلقه كبيره ديال الخرقوم. معلقه كبيره ديال سكينجبير مطحون. معلقه كبيره حتى ديال البزار. هنا التوابل ديال البصيله ديال الدجاج عندكم الاختيار. انا عندي موجوده نديرها معلقه كبيره. الملحه ضروري معلقه كبيره. نحرك هذه التوابل مع البصله. هنا عندي الدجاج مقطع هذا عندي كيلو ونص قدو قد البصله. غادي نحاول نحركهم باش نغطيهم بالبصله باش الدجاج او القطع ديال الدجاج ديالي حتى هما يدخلوا ليهم التوابل. عندي هنا الزعفران الحر ممكن تستعملوا الضمه ديال الزعفران او الزعفران الحر. غادي نديرو فوق الغلاقه باش يبس ليا عاد نحكو على الدجاج. نغطي الطنجره ديالي ونقص من العافيه نخليها متوسطه. انا هنا من هنا غادي نحط الزعفران الحر نخليه يبس عاد نحكو في الطنجره. ما درتش الربيع هنا القزبور والمعدنوس انا غادي نديرو في الاخر. باقي ليا واحد المكون مهم هو القرفه. القرفه عواد جوج عواد طوال او مهرسي ضروري القرفه كتعطي واحد النسمة ومذاق خاص للبصيله ديال الدجاج. غادي ندير معاها نص كيلو ديال اللوز نسلقو ونسخو. من بعد ما كيسخن هذا الزعفران غادي نحكو انا في داخل الطنجره. باش ما يبقاش ليا خيوط كبار كنزيد انا هاد الطريق. الى لاحظتوا انا راه ما زدتش الماء نهائيا في هاد الطنجره. غادي نخلي غير البصله هي اللي غادي تلق الماء ديالها. غادي نقص العافيه ونخليها نخلي الدجاج يطيب غير بالبصله والماء ديال البصله ونرجع لكم من بعد. انتوما شوفوا شحال طلقات الماء البصله راه ما زدت ليها لا ما زدت ليهاش الماء والو. هذا كلشي الماء ديال البصله. كيجي الدجاج بنين بهذه الطريقه ملي ما كتزيدوش الماء. دابا غادي نخلي باقي كيطيب مازال ما طاب لينا الدجاج. نطلو دابا على الدجاج ديالنا يابا انتوما راه ما زدت ليش نقتاد الماء على الماء ديال الدجاج وديال البصله. غادي نحيد الدجاج ونخلي البصله تدغمر وتنشف. خصنا خص هاد المرق ينشف لينا تماما. غادي نخلي الطنجره عريانه باش ينشف لينا المرق باش تدغمر ليا هاد البصله مزيان. كيفاش كنقليو اللوز؟ كنقليو في الزيت تكون بارده باش تدخل يدخل طياب اللوز لداخل وكيطيب على المهل. الزيت كتسخن وفي نفس الوقت كيدخل طياب اللوز. هانتوما كيكون غير مذهب حيت هو ملي كنحطو راه كيزيد اللون ديالو. شتو ما تخليوش يتحمر بزاف ما حدو كيبرد هو كيزيد في اللون. شتو هانتوما من بعد ما تغمرت البصله تعزل لينا غادي نحيدو
انا هاد البصله غادي نزيد ليها البيض، غادي نزيد 7 د البيضات او 8 د البيضات حتى 10 د البيضات، كيبقى لكم الاختيار. كاين اللي كيبغي البيض كثير، كاين اللي ما كيبغيش بتاتا، حتى نتوما ممكن ما تستعملوش، ممكن تستغناو عليه. الدجاج من بعد ما طاب عجلته، الدجاج ها هو غادي نفرتتو كامل. انا هاد شتو الدجاج الا لاحظتو انا كنطيبو بالجلده ديالو، لان هاد الجلده اللي راه كتعطي البنه للدجاج والقوام ديالنا. ضروري الجلده نطيبوها مع الدجاج عاد نحيدوها من بعد. عندي هنا اللوز ها هو اللي تحمر، غادي نهرمشو. انا ما غاديش نطحنو بحال العقده، غادي نطحنو شويه حرش. قبل ما نزيد انا البيض لهاد التدغميره او هاد البصله اللي تدغمرات، غادي نزيد لها واحد جوج معالق ديال القرفه، يكون جوج معالق عامرين. عاده حنا كنزيدو السكر، ولكن انا بغيت ندير واحد اللمسه انني غادي نزيد العسل، العسل الحر عوض السكر، خصوصا الناس اللي ما كيبغوش السكر ممكن يديروا العسل، كيعطي واحد المذاق بنين، وحتى الحلاوه ما كتكونش مجهده، كتجي زعما مذاق بنين بنين. جربوها، نحركوها حتى تغلى حتى ينسجموا المكونات. هاد التغميره او البصله بدات تغلى، درت فيها العسل والقرفه. اي حافظه هناك واحد الريحه كتشم تبارك الله. جات كاميرا بلاتي ما تضربش المشاهدين، لان دابا غادي نزيد هنايا البيض، بغيت نعقدها مع البيض. راه شفتك دابا الوقت، راه جوج كيلو الوقت جبتي. جوج كيلو كاملة. ايوا برعينا. دابا راه خصني اليوم اللي كملها. غنتعاونوا عليها ماشي مشكل. هانتوما شفتوا الحشوة أو التخليطة ديال البيض، خصهم يكونوا ناشفين. حتى الا بقى لكم شويه ديال المرق نقدروا نديروها صفايه ونصفيوها. شوفوا هذا المرق اللي صفيت من داك البيض والبصله، ضروري كيطلق لينا الماء، ولكن انا ما غاديش نضيعو هذا المرق، كنخليه كيتشحر وكيتعلق، وكنعاود نزيدو الدجاج لانه فيه التوابل وفيه البنه ديال البصله، ما نضيعوش. واحد اللمسه كان عليا نزيدها من قبل في البصله هو شويه القزبر والمعدنوس مقطع، انا غادي نزيدو في هذا المرق يطيب ويتعلق لينا، تعلق لينا هاد الصلصه. العناصر ديالي كلشي موجوده، هانتوما الدجاج، هذه البصله مع البيض. دابا شفتو سميتو هذا اللوز، خصني نبينو ليهم نقربو اللوز. ملي طحنتو خليته مهرمش شويه باش نبداو نحسو بالقرمشه ملي كناكل. دابا خصني نزيد ليه واحد اللمسات. عندي هنا المسكه الحره اللي مطحونه بيان سو مع شويه ديال السكر، ما غاديش ندير بزاف، غير معلقه. القرفه، هاد اللوز حتى هو خصنا نسمو، ندير معلقه كبيره ديال القرفه. كنزيدو السكر كلاصي، نقدر نزيدو واحد 50 غرام او جوج معالق كبار عامرين. الشاف ما بغانيش نزيد انا السكر. اش بلاتي 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 انا بلاتي بلاتي اشنو هادي التخليطه ديال هادوك المحنشات اللي عيطتي لي؟ هادي تبان في الكاميرا. اش هو هادي التخليطه ديال المحنشات؟ المحنشات ديال الدجاج واللوز. عيطت صوالح كبير ديال السكر. قلت راه قلت لهم الشاف ما خلانيش ندير العسل. شوف غادي ديري عسل وغادي نزيد واحد اللمسه، غادي نديرو فيه البرالين. نزيدو البرالين حتى هو. الشاف ديما كيقلب على شي حاجه يدير فيها. هاتي يا لالا براليني ها هو. هاد البرالين تيعطي مذاق زوين و بلوس دو سا هو حلو. غادي يعلك لينا. السكر ما ديريش. وهاد البراليني هو اللي غادي نخلطو. غادي نزيد شويه العسل. هاتي بلاتي هاتي شوف الله يرحمك، غادي ندير لها العسل. هاتي. هادي ماشي العسل ديال السكر، هادي العسل. لا 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 سمح. هاكاك ما دير لي العسل ديال السكر هنا الله يرحم والديك. فوالا. هما جوج معالق ديال البراليني وجوج معالق ديال العسل. هذا هو اللي غادي يحلي لينا هاد اللوز. وغادي يجمعوني فيها. يجمعوني تو ميم طون. يلاه كيكملي دابا المهمة ديالك.
واخا لا لا يخطيك نزيدو هاد المكونات اللي خلص لينا الشيف نزيدوهم على اللوز. الحقيقة غادي يعطينا مذاق بنين، هاد اللمسة ضروري لمسة الشيف يعني. وباش يجي داكشي زوين و سمو غادي نزيد شوية ديال الماء زهر ضروري. بسم الله بدات جوج مع كبار غادي نستعمل دابا وبيان باش غادي بلاتي ندير الليتر. بسم الله نعجنو خصو يكون شاد شوية ما نخليهوش مفرتت. شتو اللوز ديالنا شتو كيفاش خصو يكون هكا مجموع غادي ندقو. واش دو عليك ف الله يعطيك الصحه جات ايوا براليني. لا براليني تعطي كو زوين والعسل بلا سكر واحد ايفيتي كاع السكر والحلاوه ديالو في الجهد مزيانه حتى الناس دابا كي ايفيتيو السكر وتكون الحلاوه طبيعيه. انا الدجاج بديت كنقطعو غادي نقطعو كلشي انا بالمقص وفي نفس الوقت كنشوف ليك ما كاينين شي عظيمات صغار ولا شي حاجه. هذاك المرق اللي خليته حتى وكح وحتى عقد وقف حتى عقد غادي نزيدوهنا على الدجاج باش يبنن لينا هاد الدجاج. داك المرق عمرنا ما نضيعوه ديما صفينا شي حاجه كنعاودو نحطوها فوق العافيه تاع عقد وتكح مزيان باش هي اللي كتكون عندها داك اللب وداك المرق ديك البنه ديال الطياب كله كيكون في داك المرق. من بعد ما خلطنا الدجاج كنزيدو عليه داك البيض اللي طيبنا مع البصله. دابا غادي نخلط كلشي العناصر. الحشوه ديالنا وجدات، اللوز وجد، دابا كاع المكونات وجده. غادي ندوزو نعمرو الورقه ديالنا. المكونات ديالي ملي وجده كلها. انا غادي نلوي نحيد نشات الصغار. كناخذ انا ديما هاد الورقه ديال البخار هي اللي كنستعمل. غادي نقسمها على جوج كندير هكا باش نشد القياس. ندخل هذا باش ما يبس ليا. كيف القاعده البلاصه من تحت لتحت شتو دابا هاد اللي داير درتو وجهتي واللي هنا اللي مقطع درتو الجهه الاخرى. بسم الله ندهن بالزبده والزيت. هنا مازال ما دهنت غادي ندهنوه هنا بالدقيق. عندي غادي نهز كميه من الخليط كنستعمل دابا يدي. بغيت هاد المحنشات يكونوا رقاق كندير كميه قليله حيت بغيت نديرهم صغار. درت منهم واحد القدر صغير واحد الكميه كبيره الشاف كيبغيهم كبار قلت لي شي وحدي انا كبار. نحاول نرققهم ما نكثرش وبسط هكا. دابا غادي نهز من اللوز غادي نستعمل يدي هي باش كنتحكم الخليطه ديال اللوز. غادي نبدا نحطها من الفوق هاد الطريقة نحط كمية كنغسل. أنا هادي هي الطريقة ديالي كنحاول نجمع تاني. هاد الورقة أنا بغيت نقسمها على جوج بغيت ندير فيها جوج محنشات صغار. إلا بغيت نديرهم صغار من لهنا كنبدا نقسم. أواش جيتي طل زيد بزاف نطلع عليك نشوف واش كنتي اش كديري. راه تنرو لي هاد المحنشه راه درت الكبار اللي بغيتي. الكبار والصغار ودرت الصغار. انا غادي ندير دابا واحد اللي صغار وعاد نعاود الكبار. شتي دهنت دابا بالدقيق والماء وما زيرتش خليتها شويه من الخطا حيت المحنشه كتبدا تطبق لينا الا كنلويوها. دابا غادي نقسم على جوج بغيت نديرهم صغار. دابا غادي نلوي هاد الراس ونفس الشيء ما كنزيرش باش ما ترتقش ليا الورقه. هذا اللي بقى غادي ندير ليه دقيق الماء ونديرو من التحت. هادي دابا السده شتي دابا هادي محنشه غير صغيره
هانتوما نفس الشيء لقيت هذاك الراس اللي قطعت هو اللي غادي نبدا فيه في الوسط كنلوي وما كنزيرش باش ما تطرطقش ندير الدقيق والماء ونزلو من التحت باش كنسد الثابت هانتوما فين هما الحنشات الكبار هما الحنشات الكبار هما هادو ديال الشات هما كبار مهورين غادي نعاود نصوب لكم واحده كبيره هيا شوفي معايا هانتوما ديما كندير بلاصه الطيره جهتي انا ما كنبغيش نقطع باش ما نضيعش الورقه نهز كميه ديال الخليط ديال الحشوه نبسط ونزيد شويه اللوز الخليط اللوز صافي كنجمع هكا ما كنزيرهاش بزاف باش ما تفركعش ليا ما كنديرش هذا الدقيق والماء من الاول حيت كيرطب لينا هذه الورقه وكتنشف ما كنجي نكملها في الاول حتى كنلقاها نشفات علاه كنفضل نخليها حتى الاخر الا كان هذا الراس طويل كنقصو اللي خاوي وندورو ما كنزيروش باش ما تفرقعش لينا الورقه والاخر السده كنزلوها من التحت صافي هانتوما الحنشه كبيره هي ونكملو بهذه الطريقه الكميه ديالي ديال المحنشات هما واجدين هانتوما درت الكبار ودرت الصغار كل واحد ندير ليه خاطرو باش نحتفظ بهم في المجمد انا كندهنهم بالزيت وندير ليهم نص طيبه حتى هاد المحنشات انا بغيتهم طيبين في الفرن ما غاديش نقليهم اللي بغيتها تحمر غادي نطيبها طياب مزيان واللي بغيتها نحتفظ بها غادي نديرها نص طيبه غير هي راه خصنا نديروا ليها الزيت مزيان هانتوما شفتوا الزيت والزبده كندهنها ميت مزيان باش تقرمش وتجي محمره مزيان ومقرمشه مزيان صافي غادي نسخن الفران على 180 وندخلهم يطيبوا هما المحنشات طيبتهم في الفران ما قليتهمش دهنتهم بالزيت مزيان كيف وريت لكم وطيبتهم في الفران انا راه غير كنعاونها هذا العسل ندير عشي اللوز كندير ندهنهم بالعسل غادي نهزهم انا غير اللي درت ليها اللوز غادي نحطهم يلا هاد الشيف ضروري يد لي وانا كنعاونك انا ابرونتي ديالك لا السو شيف ديالي دابا كنتسناو تقرميشه تقرميشه هلا بسم الله بلاتي 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 اشنو انا هاد الصغار ديالي انا خذ هذه كبيرة كلها ولكن انا بغيت دابا غير عطيه ماشي هذيك الكبيرة دابا ماشي لا دابا ماشي هذه غير ديسير حيت انا صوبت لك الكبار انت تتبغي الحجم الكبير صغيرة زوينة انا نشوف الداخل والله الا عجيبة يلا اللي كيشاهدنا اول مرة يشترك في القناة انا دابا غير بغيت ندوق مرة ما تقدنيش راسي كبيرة انت بغيتي يلا ديروا اعجاب حطوا التعليقات ديالكم ضروري تحطوا هاد الحشوة هادو خصكم تجربوهم وتذوقوهم عاد ردوا علينا الاخبار ضروري غادي ينوعوا بهم الطبلة ديالهم ديال رمضان يلا بالصحة والراحة